بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبوة رحمة العالمين. سألني إخوة كرام رجال ونساء، قالوا لي يعني أنا نفسي أصل إلى الفردوس الأعلى وأكون مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأكون قريب تكون الدرجة بتاعتي في الجنة قريبة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. إيه اللي أنا أعمله بالظبط؟ فأنا هقول لحضراتكم على برنامج يومي وأسبوعي، لو أنك فعلته أضمن لك والضامن هو الله سبحانه وتعالى أن تكون في الفردوس الأعلى بإذن الله، وتكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنت مجتنبا الكبائر، خاصه الكبائر اللي هي متعلقه بحقوق الادميين، ما ظلمتش انسان، اكلت مال انسان، اكلت مال يتيم. ف البرنامج اللي هقوله لحضراتكم ده لو انت طبقته باذن الله، طبعا الفيديو ده طويل وربما يكون يعني اكثر من نصف ساعه، فيا ريت اللي بيسمعني دلوقتي حاول انك انت تسمع الفيديو ده، حتى لو ما تقدرش لو يعني تسمعه كاملا، في اسمعه على مراحل، لكن لازم تسمعه كاملا لأنه هام جدا جدا جدا. الشيء الأول لازم تعمله، وده أهم شيء، وبدونه لا يعني الحاجات التانية ما تنفعش، صلي الفجر في جماعة. ليه؟ ليه؟ أولا صلاة الفجر في جماعة واجب شرعي حتمي جازم، جاء في الأحاديث الصحيحة. الحديث ده حديث صحيح سجله الإمام الطبراني وصححه أحمد شاكر في السند. لو انهم دعوا الى عرق او مرمامتين في المسجد لاجابوه، لو دعي احدهم الى ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم الناس اللي بتتخلف عن صلاه الجماعه وصلاه الفجر، لو ان احدهم دعي الى عرق او مرمامتين في المسجد لاجابوه، وانهم لو دعونا الى هذه الصلاه في جماعه فلا ياتونها، ولقد هممت ان 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 ان, أن, أن, أن اخالف الى اقوام فاضرمها عليهم نارا وما يتخلف عنها الا منافق. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ايضا في البخاري، اثقل الصلاه على المنافقين العشاء او الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبا. يعني المنافق ده يعرف اللي بيتخلف عن صلاه الفجر بدون عذر، يعرف الثواب العظيم من صلاه الفجر، لا لا، لو مريض مش قادر يمشي يحبي كالطفل الرضيع. ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا يصلي فيصلي بالناس، ثم امر بحطب فيحطب، ثم انطلق ومع رجال معهم حزم من نار فاخالف الى اقوام لا يشهدون الصلاه في جماعه فاحرق عليهم بيوتهم. بالرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى انت لو انت تستثقل صلاه الفجر في المسجد حاسس ان انت تقيل، دي علامه نفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم هم انه يسيب صلاه الجماعه ويستخلف واحد يصلي بالناس ويروح البيت دي يحرقهم، يروح بيوت الناس دي المتخلفه دي يحرقهم. ايه اللي منع الرسول؟ قال عليه الصلاه والسلام: لولا ما في بيوتي من النساء والذراري لخالفت الى اقوام فعرقت عليهم بيوتهم. قالوا النساء والاطفال ما لهمش ذنب، لو كنت سبت صلاه الجماعه ورحت اضبط هؤلاء الناس متلبسين فاحرق البيوت فوق رؤوسهم. ده مشكله وبس، دي الصلاه لا تقبل. زول هذه الاحاديث الصحيحه في صحيح ابي داود: من سمع نداء فلم يمنعه من ان ياتي عذر فلا صلاه له. دي في روايه، وفي روايه ثانيه: لم تقبل منه الصلاه ولا تصلاها. من سمع نداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاه ولا تصلاها، ما تقبلش الصلاه. لذلك عبد الله بن ام مكتوم كان ساكن على بعد، قال: انا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومعي غلام لا يلائمني، اتجد رخصا فاصلي في بيتي؟ قال: لا اجد لك رخصه. ضرير اعمى شاسع الدار. العلماء قالوا شاسع الدار بيته بعيد جدا، كان قالوا العلماء كان يمشي 5 كيلومترات في اجواء المدينه الصعبه جدا وهو اعمى في برد القارس. لذلك ابن القيم وابن تيميه والامام الاوزاعي والامام داوود الظاهري وابن عقيل والامام احمد بن حنبل في احد اقوال وغيرهم قالوا: اللي يسمع الاذان ما يلبيش الاذان بدون عذر صلاته باطله ولازم يعيد الصلاه تاني. طبعا انتم معايا ان واحد الرسول صلى الله عليه وسلم سماه منافق، واحد الرسول صلى الله عليه وسلم هم انه يحرق بيته، واخد بالك؟ واحد واخد بالكم؟ مش ممكن يدخل الجنه بغير سابقه حساب، او مش ممكن يصل الى الفردوس الاعلى ويكون منافق. مش ممكن واحد بالشكل ده الرسول صلى الله عليه وسلم منافق وقال السلام ما تتقبلش هيصل لهذه المنزله. يبقى انسى، لو انت بتستخف في صلاه الجماعه وتستخف في صلاه الفجر في الجامعه كل يوم، انسى ان انت تصل الى هذه المنزله. صعب جدا جدا، بل يكون مستحيل. ليه؟ اقول لكم كمان ثواب ثاني عظيم جدا، ان اللي بيصلي الفجر في جماعه اعظم من اللي بيصلي بالقران كله طول الليل من اول لاخره. واللي بيصلي القران كله من اول لاخره بياخد 3 4 قناطير. ايه هو الانطار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قام في ليله ب10 ايات لم يقطع عند الله من الغافلين، من قام ب100 ايه كتب من القانتين، ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطرين. وسيدنا عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من شهد الفجر في جماعه كان صلى او قام الليل كله. يبقى ال1000 ايه الواحد بيقراها في ساعه ونص. لا، ده انت مش ده انت هتاخد ثواب وقوفك على رجليك وقرايتك للقران كله. عثمان بن عفان كان بيقرا القران كله في ركعه الوتر، والحديث صحيح صححه الامام السائب.
ثواب الفجر اعظم من كده. طب سيدنا معاذ بن جبل سال الرسول صلى الله عليه وسلم مين المقنطرين دول؟ من هو المقنطرون؟ قال له القنطار 1200 اقيه، الاقيه خير مما طلعت عليه الشمس. يعني انت لو بتصلي فجر في الجماعه كانك وقفت، الواحد منا مش لما هيصلي الليل كله مش هيصلي ب 1000 ايه بس، لان الايه 1000 ايه لو انت قريت المفصل اللي هو الجزء 29 تبارك والجزء 30 بيكتب لك قنطار من الاجل. اما لو انت صليت بنص القران وقفت على رجليك طول الليل قريت 10 اجزاء او نص، هتاخد قد ايه؟ ثلاث قناطير اربع قناطير. الانطار الواحد خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الكره الارضيه كلها، مساحه الكره الارضيه كلها نصف مليار و66 مليون كيلومتر مربع، يعني بيتحط لك ميزانك يوم القيامه قد مساحه الكره الارضيه كلها 2000 مره او 3000 مره، اذا يزيد ميراثك في الجنه حوالي 1000 مليار او 1500 مليار كيلومتر مربع كل يوم. يبقى هم دول اللي هيوصلوا. ده مشكله بس، ربنا بيديك نور عظيم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بشر المشائين في الظلم اللي هي العشاء والفجر خاصه الفجر بالنور العظيم يوم القيامه، في روايه بالنور التام يوم القيامه. الحديث ده حديث حسن صحيح. يبقى هتمر كالبرق يوم القيامه، هتمر على الصراط كالبرق. هتمر على الصراط اللي هو بيضرب على متن جهنم وهو دق من شعر وحد من السيف، قال العلماء طوله مسيره 15000 سنه. موقف صعب جدا، يبقى انت محتاج يبقى انت هتمر على البرق بالكربرق على الصراط وتصل الى الفردوس باذن الله. الفردوس يبقى صلاه الفجر في الجامعه دي اول حاجه. والا ضيعت منك النور العظيم، ضيعت منك الميراث العظيم في الجنه، الصلاه لا تقبل كما جاء في الاحاديث الصحيحه. منافق بقيت منافق، طبعا كلك مش ممكن الكلام ده، يبقى لازم عايز كنت عايز تصل الى الفردوس الاعلى وتكون مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون في درجه قريبه جدا من درجه الوسيله، يبقى لازم المراه تصلي خمس صلوات في حاضرا في الوقت بس. مش صلاتها في بيتها اعظم كثير من صلاتها في المسجد، صلاتها في بيتها اعظم بكثير من صلاتها في المسجد. ويكفيها انها تصلي الفجر حاضرا بعد ثلث ساعه من الاذان، لان في شك في ميعاد الاذان كبير. هتحصل هذا الثواب بشرط تباعد الزوج، حسن تباعد الزوج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسن تباعد المراه لزوجها يعدل كل ذلك. يعدل صلاه الراجل في جماعه، يعدل ثواب صلاه الجمعه، يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله. كل مطلوب منك كامراه انك تصلي الخمس صلوات حاضرا بعد الاذان مباشره و ما فيش حاجه تشغلك، ما تاخريش الصلاه على ميعادها بعد الاذان على طول، الا الفجر تصليه بعد ثلث ساعه، وحسن تباعد الزوج لو كنت متزوجه. ده حاجه، ده الشيء الاول. الشيء الثاني يوم الجمعه تقوم مبكرين. لو بكرت يوم الجمعه هتحصل ثوابين عظيمين جدا. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلا كان له بكل خطوه يخطوها الى المسجد اجر قيام سنه وصيامه. مشكله بس، انت هتقعد على منبر من نور في الصف الاول في كل يوم جمعه اللي هو يوم المزيد الذي يزداد فيه المؤمن جمالا وجمال ونورا وبهاء وشبابا وقوه. يبقى العمل ده من اعظم الاعمال اللي توصلك تخليك من اهل الفردوس الاعلى. يبقى اوعى تصلي، لذلك العارفون بالله الصالحون اصحاب الالباب المشتملون للجنه ما يصليش في الجامع اللي جنب بيته، يصلي في ابعد مسجد. ليه؟ عشان يعد خطوات. انت كل خطوه بقيام سنه وصيام، يعني كانك عشت سنه كامله. يبقى انت لو مشيت نص ساعه كل يوم جمعه مشيت 1000، كانك ومشيت 1000 خطوه، كانك عشت 1000 سنه، قمت الليل كله وصمت النهار كله. خلي بالك، ولو قعدت في الصف الاول على في كل يوم جمعه هتقعد على منبر من نور في الصف الاول في كل يوم جمعه في يوم المزيد. لذلك عبد الله بن مسعود قال في الحديث يبرز ربكم الى اهل الجنه في كثيب من كفور فيكون الناس على القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى على قدر ترواحهم الى الجمعه، فيجلس المبكرون الذين كانوا يجلسون في الصف الاول على منبر من نور راسخين لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويجلس الذين كانوا في الصف الثاني على منبر من ذهب، والذين كانوا يجلسون في الصف الثالث على منبر من فضه، وهكذا. طبعا اللي بيجلس في الصف الاول على منبر من نور ده هيكون باذن الله هيكون في اعلى درجات الجنه. هيكون في اعلى درجات الجنه. يبقى انت لذلك عبد الله بن مسعود كان يقاتل انه يكون اول واحد يخش. مره دخل ثالث واحد قال ثالث الثلاثه ناس بارك الله في الثالث، ومره دخل رابع واحد الجامع قال الرابع اربعه ما رابع اربعه من الله ببعيد. كان يقاتل انه دايما يكون اول واحد. عشان عارف الثواب العظيم اللي بينتظره يوم الجمعه. يبقى التبكير يوم الجمعه من اهم الثوابات اللي توصلك الى هذه الدرجه، لانك هيكون معاك شوف بقى لما تعمل كده كل اسبوع، يبقى في كل اسبوع ما تحصل 1000 سنه صيام و1000 سنه قيام، يعني كانك عشت 1000 سنه قمت الليل كله وصمت النهار كله. اضرب يبقى 4000 سنه في الشهر، 40000 سنه في السنه، في 10 سنين او في 20 سنه مئات الالوف من السنين من القيام والصيام. يبقى ميزانك عامل ازاي من القيام؟
الحاجة التالتة الصيام اللي من الاثنين والخميس وصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، اللي ملوش حظ من الاثنين دول على أرجح الأقوال على أغلب أحوال الناس لن يصل إلى الفردوس الأعلى. ويحرم من، هقول لكم الدليل من السنة عشان ما حدش يقول لي يعني يعني ممكن يوصل، لا هقول لكم الدليل من السنة من الأحاديث الصحيحة. هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله، وهذا له خمس طرق كلها صحيحة، سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن في الجنة تلك شجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تقوط، خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى في رواية من أسفل منهم درجة، يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين، شوف ربنا هيقول لهم إيه، إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى بيعيرهم وهم في الدرجات الأدنى في الجنة. خيول ذهبية، شجر الطوبة، شجر الطوبة دي في أعلى درجات الجنة، بيخرج منها خيول ذهبية مسرجة بالدر والياقوت لا تبول ولا تخوت، يعني لا تتبول ولا تضغط، خطوها مد بصر، خطوها مد بصر ولله في الجنة. يبقى سرعتها قد إيه؟ خلي بالكم أقل واحد في الجنة مد بصره بيشوف من مسيرة 1000 سنة، أعلاهم يبقى قد إيه؟ أشبه الخيول دي أشبه بالبراق الذي عري به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، دليل على اتساع رقعتهم في الجنة. يبقى لو أنت مالكش ورد من الصيام والقيام، شوف ربنا، شوف هتنزل في درجات الجنة، شوف إنهم، شوف ربنا بيقول لهم إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم بتصلوا التهجد، إنهم كانوا يصومون وكنتم بتفطرون. يبقى كان ده كان بيصوم اثنين وأنت كنت بتفطر من الاثنين، ده كان بيصوم يوم الخميس وأنت كنت بتفطر من الخميس، ده كان بيصوم 13 و14 و15 الأيام القمرية وأنت كنت بتفطر، ده كان بيصوم التسع الأول من ذي الحجة وأنت كنت بتفطر، ده كان بيصوم في محرم أشهر الحرم وأنت كنت بتفطر. عايز لن يساوي الله سبحانه وتعالى بين الصوامين القوامين المتهجدين المجتهدين من الكسالى المتخاذلين المستخفين بالسنة. يبقى هتضيع منك الفردوس الأعلى. الدليل الثاني من السنة إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن أهل الجنة لا يترأون أهل الغرف، ودي في رواية، وفي رواية تانية إن أهل الجنة لا يترأون أهل عليين كما تترأون الكوكب الدرية الغابرة من الأفق من المشرق والمغرب، وذلك للتفاضل بينهم. فقال الصحابي تلك منازل الأنبياء يا رسول الله لا يبلغها أحد غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، بل رجال صدقوا الرسل وآمنوا بهم. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الغرف دي، يقول لك إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قل لمن يا رسول الله، لمن يا رسول الله؟ قال هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى والناس نيام، وفي رواية أطعم الطعام وطيب الكلام وأفشى السلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا من هنا أداة شرط بيشترط الغرف دي، غرف يرى ظاهرها من باطنها ظاهرها من باطنها والعكس، فأعلى درجات الجنة في عليين، يبقى أنت هتخسر عليين وهتخسر الغرف. يبقى أنت عشان تنال هذه الغرف وتنال درجة عليين يبقى لازم يكون لك ورد من الصيام والقيام، وإلا تحرم من الخيول الذهبية، وتحرم من الغرف، وتحرم من رؤية رب العالمين كسينا في الجنة لن تراه إلا مرات قليلة. شوف إن أدنى أهل الجنة لا يرى نساءه وقصوره وخذه مسيرة ألف عام، وإن أعلاهم لا يرى نعلهم منزلة لا يرى ربه غدوة وعشية مرة صباحا ومرة سنة. يبقى إذا كنت عايز تبقى من أهل، يبقى لازم يكون لك ورد من الصيام والقيام، لازم تصوم اثنين وخميس، ولازم يكون لك ورد، وإلا هتحرم من الدرجات العالية في الجنة وهتبقى في الدرجات السفلى في الجنة. العمل اللي بعد كده الأذكار الثلاثة المهمة جدا، سبحان الله وبحمده تقال 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، لا حول ولا قوة إلا بالله تقال بأقل تقدير 100 مرة كل يوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقال 100 مرة على الأقل يوميا. الثلاث أذكار دول كل واحدة منهم لو أنت قلتها تخليك أفضل أهل الأرض عملا في هذا اليوم كما جاء في الحديث الصحيح. طبعا أنا مفيش وقت أتكلم باستفاضة، لأن لو كلمت باستفاضة الفيديو ممكن يبقى يوصل يبقى ساعة ونص ساعتين، لكن أنا بحاول أتكلم باختصار. سبحان الله وبحمده بتعدل جبل ذهب، انفاق جبل ذهب. وايضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلاث اذكار دول يا سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا و100 مره مساء مع اذكار الصباح والمساء ومع لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لن ولن ياتي احد يوم القيامه بعمل مثل ما جئت به الا ان اقول مثل ما قلت او افضل مما قلت. حتى لو
حج واعتمر وجاهد في سبيل الحج، يبقى وحج لو حط وحج واعتمر وجاهد في سبيل الله قام الليل، لان ذكر الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء. الثلاث اذكار دول يخلوك افضل اهل الارض عملا كل يوم، فذلك مهمين جدا جدا جدا، ويخلوك من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. لذلك سبحان الله وبحمده بتعدل الجبل ذهب، اما تقولها 100 مره او واحده منها. الحديث ده حديث صحيح، صحيح الامام الالباني قال: من هاله الليل ان يكابده وجبن عن العدو ان يقاتله وبخل بالمال ان ينفقه فليكسب. سبحان الله وبحمده، فأفضل عند الله سبحانه وتعالى من انفاق الورق والذهب، وأفضل من انفاق جبل ذهب في سبيل الله. خلي بالكم، طبعا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، باب من ابواب الجنة، زي ما في باب اسمه الصلاة، باب اسمه الصيام، باب اسمه الريان، باب اسمه الجهاد، باب اسمه الحج والعمرة، باب اسمه الوالد للذين يسرون يبرون اباءهم وامهاتهم ويصلون ارحامهم، في باب اسمه لا حول ولا قوة الا بالله، ده يوريك عظمة لا حول ولا قوة الا بالله. انها بتعدل الشرائع دي كلها، وبتدفع 70 بابا من البلاء، وشفاء من 99 داء، وتدفع وتنفي الفقر وتبسط الرزق. ذلك لا حول ولا قوه بالله كنز من كنوز الجنه. لذلك لازم يكون لك ورد كبير من الثلاثه دول، سبحان الله وبحمده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الواحده منها كانك اعتقت رقبه، وفي روايه حسنها ابن حبان كانك اعتقت 10 رقاب، لو انت قلتها 100 مره كل يوم نحتسب على الله سبحانه وتعالى كانك تاخد ثواب عتق 1000 رقبه. فطبعا الثلاثه دول لو تواظبت عليهم كل يوم مع اذكار الصباح والمساء باذن الله يكون لك باذن الله تصل الى الفردوس الاعلى. ده لو احنا لو كل ده لو انت صليت الفجر في الجامع، لو ضيعت الفجر في الجامع كل يوم هتضيع الثواب، لان لن يبارك الله سبحانه وتعالى في العمل. طيب الحاجه اللي بعد كده، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون لك ورد كبير من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، لان بعض الناس لن يصل بعمله لكن كان بيكسب من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع له شفاعه خاصه لما يكون في الدرجه 50 او الدرجه 30، فيرفع الى الفردوس الاعلى بكسر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعه خاصه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس قضاء، مش ممكن فيتشفش يقول له يا رب فلان ده في الدرجه 50 ما وصلش الفردوس الاعلى، بس كان بيكسر الصلاه عليا ارفعه خليه معايا. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لها مراتب لا تحصى، تحس منها مليارات مليارات الحسنات. يعني سيدنا ابو بكر قال: الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقاب، مش رقبه واحده، الرقاب. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاه بتصلي بيها على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيصلي عليك 10، وصلاه رب العالمين سبحانه وتعالى عليك في الملأ الاعلى، يبقى انت لو صليت عليه كل يوم 100 مره بعد كل صلاه او يبقى 500 مره، ربنا هيصلي عليك 5000 مره. فطبعا ده مش كده وبس، ده بيرفع عليك بكل واحده 10 درجات في الجنه، يعني لو صليت عليه 500 مره يترفع لك 5000 درجه في الجنه، لكل واحد منا درجه. وعلى والرسول صلى الله عليه وسلم له درجه خاصه بيه اسمها الوسيله، بعد كده درجه سيدنا ابراهيم، بعدين درجه سيدنا موسى، بعدين درجه سيدنا عيسى، بعدين درجه سيدنا نوح، دول خمسه اولي العزم، كل واحد له درجه. بقى عيسى مش هيوصل لدرجه موسى، وموسى مش هيوصل لدرجه ابراهيم، وابراهيم عليه السلام لا نصل الى درجه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اترفع لك 5000 درجه في الجنه. يبقى اذا لازم يكون لك ورد من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم لو انت عايز تصل الى الفردوس الاعلى. هناك حديث: من صلى علي 1000 مرة تزاحمت كتفي وكتفه على باب الجنة. أيضا السواك، السواك من السنن العظيمة جدا. الحديث ده حديث من مجموع طريق حديث صحيح. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السواك يضاعف الحسنات 70 ضعفا. يبقى السواك من السنن اليسيرة وثواب عظيم جدا جدا. سيدنا ابو هريره كان يقول: لان اصلي ركعتين بسواك خير من لي من اصلي 75 ركعه بلا سواك. حتى السيده عائشه وهي امراه تقول: صلاه بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل الصلاه التي يستاك بها على الصلاه التي فضل الصلاه التي يستاك لها على الصلاه التي لا يستاك لها 70 ضعفا. تخيل بقى ان ربنا بيضرب ثواب الصلاه في 70 ضعف. لذلك الزهري ومن كبار التابعين واستاذ البخاري قال نفس الكلام: فضل الصلاه التي يستاك لها على الصلاه التي لا يستاك لها 70 ضعف. يبقى لو ما عندكش سواك لازم تشتري سواك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتسوق لكل صلاة، كان بيتسوق في قيام الليل، وكان بيتسوق ومات والسواك في يده، مات عليه الصلاة والسلام والسواك في يده. يبقى لازم يكون عندك سواك لو انت عايز تصل الى الفردوس الاعلى، لانه يضاعف الحسنات 70 ضعفا. كان في حديث كافر ورد فيه تقسم من سورة الاخلاص. الاكثار من سورة الاخلاص قل الله احد من اعظم السنن اللي تخليك تصل الى الفردوس الاعلى. ليه؟
وكل 3 مرات بتاخد ختم القرآن، وكل 10 مرات بيبقى لك قصر عظيم في الجنة. الحديث ده حديث مرسل جيد، تقبله العلماء وصححه الإمام الألباني. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مرة بنى الله 3 قصور. فسيدنا عمر الخطاب قال إذا نكسر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. فأنت لما تكسر، لو أنت قريت قل هو الله أحد كل يوم، هقول بعد كل صلاة 50 مرة، مش هتاخد منك 2 3 دقايق، يبقى 250 مرة في اليوم. يعني هتبني كل يوم 25 قصر عظيم، هتبني كل يوم 25 قصر عظيم. و جاء في فضلها هذا الحديث ذكره الامام السيوطي في الدر المقصور، في الدر المنصور في التفسير بالمقصور في الفضائل العظيمه للاخلاص، في قراءه سوره الاخلاص. من قرأ قل هو الله احد كل يوم 50 مرة سمع مناديا من قبره يقول له يوم القيامه قم مادح الله فادخل الجنه. وجاء في حديث اخر اللي بيقرأ قل هو الله احد وهو مضطجع على يمينه في فراشه قبل النوم 100 مرة يقول له يوم القيامه قم فادخل الجنه، الجنه على يمينك. ده معناه السبق الى الجنه والاسراء الى الجنه. ده غير انها لها مقرب ومراقب لا تحصى. يبقى انت لو قريتها كل يوم 250 مره مثلا على سبيل المثال، كده ختمت القران 80 مره. كده ختمت القران 80 مره. وهتبني 25 قصر في الجنه. و مناقب لا تحصى. فاذا اكثر من سوره الاخلاص، تخيل بقى ميزانك يبقى عامل ازاي يوم القيامه لو انت كمان لو صليت بيها بالليل في قيام الليل، قريتها مثلا 50 مره ولا 100 مره وانت بتصلي، يبقى انت كده صليت قول الله احد 4 ايات، قريتها مثلا 100 مره، يبقى انت كده 400 ايه 500 ايه. في روايه من الروايات ان اللي بيصلي ب 500 ايه بالليل بيكتب له قنطار من الاجر. وهم لسه قايلين دلوقتي الصواب العظيم للقنطار انه 1200 اوقيه. ده غير انك هتبني يعني اذا قراءه سوره الاخلاص ده مش كده وبس، مناقب لا تحصى. بس انا ما اقدرش اتكلم باستفاضه لان ليس الوقت لا يتسع. فيبقى انت لو جاء ايضا في فضلها ان في احد الصحابه مات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك على بعد 500 كيلو من المدينه، فجبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم خصيصا عشان ليصلي على هذا الصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: يا جبريل ماري ارى الدنيا او الشمس مزدهره ليست ككل يوم. قال له: ان الله انزل 70,000 ملك ليصلوا على هذا الصحابي. كان اسمه معاويه ابن معاويه المزني. قال له: بما بلغ هذه منزله يا جبريل؟ قال له: بقراءتي قل هو الله احد، خلي بالك، قاعدا وقائما وماشيا ونائما وعلى كل حال. كان بيقراها كم مره في اليوم؟ سيدنا عمر الخطاب الذي قال: اذا نكسر يا رسول الله، كان بيقراها كم مره في اليوم؟ سيدنا ابو بكر في روايه عن سيدنا ابو بكر: اذا نكسر يا رسول الله، كان بيقراها كم مره في اليوم؟ ده في صحابي كان بيقراها في الصلوات المكتوبه في ال5 صلوات قبل ما يقرا سوره صغيره يقراها. فربنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لما فعلت ذلك او بما تفعل ذلك؟ قال له: احبها يا رسول الله. قال: احبك الله وحبك اياها، يبقى تصبح وليا من الاولياء الصالحين، ينزل لك القبول في الارض وتنال محبه الله سبحانه وتعالى. فيبقى لازم يكون لك ورد من الطريق ده. ايضا من الاعمال اليسيره وتحصل بها ثواب عظيم يجعلك تصل الى الفردوس الاعلى ترديد الاذان. وان استطعت ان تعمل مؤذنا او يكون لك نصيب الاذان فافعل، لان الاذان له ثواب عظيم جدا. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. في روايه: اطول الناس اعناقا، اعناقا يعني اسراعا الى الجنه. والعلماء قالوا اعناقا يعني معناها هيكون عنقه طويل دليل على الشرف والعز. المؤذن بياخد ثواب كل المصلين في الجامع جماعه. المؤذن تشهد له كل الخلائق يوم القيامه. المؤذن بينال اجر شهيد ان كان مرسا مختسما. شوف الحديث ده: من اذن المؤذن المحتسب، المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ولا يدوّد قبره. كالشهيد المتشحط في دمه ولا يدوّد قبره. يعني جسمه يفضل زي ما هو لغايه يوم القيامه. طب ازاي نحصل ترديد الاذان؟ صحابي اسال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال له: يا رسول الله المؤذنون يفضلوننا احسن مننا؟ قال له: قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. يعني ايه؟ يعني اسال ربنا سبحانه وتعالى قول له: يا رب اديني اجر مؤذن يديك اجر مؤذن. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي لما قال له المؤذنين احسن مننا، ما قالوش لا مش احسن منكم، لكن قال له ايه؟ قال له: ردد الاذان وقول، وبعدين اسال ربنا سبحانه وتعالى يديك، اسال ربنا سبحانه وتعالى باسمه الاعظم انه يديك زي اجر مؤذن.
هيديك اجر مؤذن. طب اجر مؤذن قد ايه؟ لسه قايلين دلوقتي. بس طبعا ده ما يمنعش ان انت لو انت عندك قدره على الاذان تاذن، اذن لو حتى مره كل يوم. استاذن الامام بتاع المسجد، قول له انا عايز اذن، او انتهز اي فرصه الامام مش موجود او مسؤول عن الاذان، قول له انا مستعد، او انت محتاجني اذن انا اطلع اذن. المؤذن يخفى له ماده صوتي، ماده صوتي. فيبقى اذا تردد الاذان من الاشياء العظيمه جدا اللي بتديك الثواب. ايضا قراءه خواتيم سوره البقره وخواتيم ال عمران. خواتيم سوره البقره وخواتيم ال عمران كل واحده منهم بقيام الليله. ثواب عظيم جدا وعمل يسيره جدا. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول اللي تفوت عليه ليله واحده ما يقراش خواتيم سوره البقره ما عندوش عقل. من الصواب العظيم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ خواتيم سوره البقره في ليله كفتاه. وقال عليه الصلاه والسلام اوتيت خواتيم سوره البقره من كنز تحت العرش لم يؤتها من نبي قبلي. يبقى ثواب قد ايه؟ شوف بقى ثواب خواتيم سوره البقره. وخواتيم ال عمران جاء في فضلها عن حديث سيدنا عثمان بن عفان انه من قرأها في ليله كتب له بها قيام ليله. لان فيها ايات التفكك في خلق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله من اول من ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذلك اللي قوي هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث تفكر ساعه خير من قيام ليله. وفي رواية أخرى تفكر الساعة خير من قيام سنة. لذلك أنت لما بتقرأ الآية دي كأنك بتتفكر في خلق الله. لذلك عبد الله بن عمر كان بيطلع يخرج إلى الصحراء يتحنس ويتأمل وينظر إلى السماء ويتعبد ودي عبادة قلبية. لذلك خواتيم سورة البقرة وخواتيم آل عمران لهم ثواب عظيم جدا في القراءة. فدي بعض دي الأهم أعمال تعملها يعملها الرجل ويعملها المرأة عشان تصل إلى الفردوس الأعلى وتكون قريبا من درجه الوسيله في الفردوس الاعلى. لو انت طبقت الكلام ده باذن الله باذن الله والضامن هو الله سبحانه وتعالى تكون من اهل الفردوس الاعلى وتكون قريبا من درجه الوسيله في الفردوس الاعلى. فانا هكتب لكم كل الكلام ده تحت فيديو السخون شهور الشهاده العلميه ثواب عظيم ولعل علما لا اجر معامل يوم القيامه. اذا انكم زادت مجهولين شاهدتوا شوش فعل الجرس واشرفكم ليصلكم كل جديد وتساعدون على شو السنه الغبيه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.